إخواني أخواتي متتبعي قناة أبارتمون فاس، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المتابعين الكرام، الآن كنتواجدوا في النرجس شارع الوفاء زنقة طنطان. غادي تشاهدوا معنا واحد الشقة اللي كتواجد بالطابق الثاني، للمساحة ديالها 134 متر. هاد الشقة هذه جاية في الاير بليس كات. غادي تشاهدوا معنا انها فيها 4 ديال البيوتا وكذلك صالون وسيجور كبارين كتشوفوهم معنا. كتشوفوا معنا اخوتي هذا الصالون كبير. هاد الشقة هذه كتباع بالاتات. حنا غادي نذكروا الثمن ديال الشقة خاوية، واللي بغى اخوتي الاتات يتفاهم مع الناس ماليها على بركة الله. خوتي هانتوما شفتوا معنا ان هذا الصالون، هذا الصالون اللي كنتواجدوا فيه. هاد النرجس العديد من الناس اللي تتعرفوه، هاد شارع الوفاء كذلك العديد من الناس اللي كتعرفوا انه فيه جميع المرافق، يعني من مواصلات كاينين كاينين مدارس عمومية وكذلك مدارس خاصة. جاي الإطلالة ديالو خوتي الصالون مباشرة على الزنقة، يعني على الشارع. هذا هو الشارع خوتي اللي كتواجد فيه هاد الشقة هذه. كاينة هنايا الودادية، كتشوفوا معايا ان التلفازه جايه انفاس مع الصالون ومع السيجور، والمساحه ديال الصالون هي المساحه ديال السيجور. كاينين الناس اللي طلبوا لنا بزاف 4 ديال البيوت. هاد الشقه هذه فيها 4 ديال البيوت والمتراج ديالها هو 134 متر. قبلتنا السيجور، اللي حتى هو عنده نفس الإطلالة ديال هاد ديال الصالون. هذيك هي الدخلة الرئيسية منين دخلنا. شاهدتوا معايا اخوتي دابا الصالون والسيجور. غادي نمشيو مباشره غادي نشاهدوا البيوت. يعني حتى اللي هي الصباغه فيها، يعني هاد الصباغه هادي راكم عارفين النرجس كان يعني شحال هادي، هادي هي الصباغه اللي كانت كتواجد. دابا حتى اللي بغى يعني يدخل عليها تعديلات ويدير فيها صباغه جديده اللي هي بلاتينيا، كل واحد يعني الذوق ديالو. اللي بغى يخليها هكذا راه مازال نقيه. غادي تشاهدوا معايا خوتي البيت الاول، هذا البيت ديال الوليدات اللي عنده الاطلاله جايه على لاكور. فيه بلاكار، حتى الخشب خوتي مازال يعني نقي، يعني كيف ما قلت لكم اللي بغاها يعني غيدير بعض الرتوشات بسيطه. نمشيو نشاهدوا البيت الثالث والبيت الرابع اللي جايين في الواجهه الاخرى. انفاس لينا كاين اخوتي كاين فاسك. الفاسك خوتي اللي جاي ما بين الطواليط وما بين الحمام. غادي نشوفوهم بعد ما شفنا البيوتا. غادي تشوفوا معايا البيت الثاني. البيت الثاني اخوتي عنده بالكون، الناس دايرينو عباره عن جلسه، البيوتا فيها كبار. قبل ما ننسى كاين الباركينغ ديال الطوموبيل.
غادي نشاهدوا البالكون. البالكون خوتي ثاني عندو الوليدات يعني مصوبينو كامل بالحديد. هذه هي هنايا كاينه الدخله ديال هاد يعني هاد الشارع هذا. هذاك فين ديزا طونوبي كنخرجوا مباشره كنخرجوا يعني الرومبار الكبير ديال شارع الوفاء. غادي نشاهدوا البيت الثالث. حتى هو ديال الوليدات. عندو إطلالة بحالو بحال البيت الأول اللي شاهدنا على لاكور. هذا ما فيش البلاكار. نشاهدو البيت الرابع. هذا هو البيت الرابع. هذا البيت الرابع. كيف ما قلت لكم الاخوان ديالي ان هاد البيوت كاملين كبار وفيهم بلاكارات الا بيت واحد هو اللي ما فيش البلاكار. حتى هو عنده الاطلاله على لاكور. يعني ثلاثة ديال البيوت على لاكورات والبيت الرابع على اللي فيه البالكون على الشارع ديال دخيلة ديال الباب. شتو معنا دابا البيوت. غادي نمشيو نشاهدو الكوزينة والحمام والطواليط. هذا الحمام، حمام اللي فيه لافابو كذلك الطواليط وكاين البانيو هنايا الدوش. ونمشيو نشاهدو الطواليط. فرقهم قبيله قلت لكم غير هاد الفاسك. هذا هو الطواليط. كاينه من فوق الحمام كاينه واحد الدكانه اللي واخده المساحه ديال الحمام كامله. ونشاهدوا الكوزينه هي اللي بقات لنا. الكوزينه هي هذه، هي عندها نفس الاطلاله ديال البيوت، فيها بلاكارات من التحت، فيها لانستالاسيون ديال الماكينة ديال الماعن كذلك الماكينة ديال الصابون كذلك الثلاجة، وكاين بلاكار كبير في قلبها في قلب الكوزينة. كاين لانستالاسيون ديال الشوفو.
اخواني اخواتي متتبعي وعشاق ابارتمون فاس، كيف ما شاهدتوا معايا اخواني المتابعين، هذه الشقه اللي قلت لكم كتواجد في الطابق الثاني، اللي فيها الباركينج ديال الطوموبيل، واللي فيها 134 متر. هذه الشقه الثمن ديالها 68 مليون قابله للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها ما عليه الا يتصل بيا، نحدد موعد مع الناس. واهلا وسهلا اخواني اخواتي، تنحييكم من جديد وتنقول لكم شكرا على المتابعه وشكرا على هذا الدعم اللي مدعمينا. كنشكركم بزاف للناس اللي من داخل ارض الوطن ولا اللي خارج ارض الوطن، كنشكرهم جزيل الشكر. اخواني اخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.